هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي بيزا كون سجق دي لا كوثينا تركا كون أنخلة، بمعنى البيتزا بالسجق من المطبخ التركي وعلى طريقة أنخلة. وهكذا تبدو وصفتنا اليوم بعد أن أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. متابعينا الكرام، وقبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، تشجيعا منكم لنا على مجهودنا، ولتصلكم جميع فيديوهاتنا دون العناء والبحث عنها في اليوتيوب من قبلكم. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة والشهية. نأخذ قطعة من السكر نضعها هنا، ونأخذ الماية أي الخميرة بما يعادل 10 جرام، وضعتها هنا، وسأضع فوقهم نصف قدح من الماء الدافئ. أعمل على إذابة السكر مع الخميرة بالماء الدافئ هكذا، بعد ذلك أعمل على تغطيته وتركه في درجة حرارة المطبخ ليتخمر. الآن إليكم طريقة عمل العجينة. كوبين من الطحين، ها هو، ملح وحبة البركة وزبدة حيواني. الآن سأعمل على نخل الطحين هكذا لإدخال أكبر كمية من الهواء بداخله، فيعطينا عجينة هشة وطرية وناعمة. هكذا هو الطحين بعد أن تم نخله. سأضع له رشة من الملح والقليل من حبة البركة، حبة البركة حسب الرغبة، هنالك من يفضلها بحبة البركة وهنالك من لا يفضلها. نعمل على خلط المواد هكذا مع بعضها، ها هي الخميرة قد تخمرت، لاحظوا معي تضاعف حجمها، سأريكم إياها، ها هي الخميرة. سأخذ بما مقداره 20 جرام من الزبدة الحيواني، أضعها في المقلاة وأعمل على إذابتها.
الآن نعمل على إذابة الزبدة في المقلاة على النار. نطفئ النار. ها قد ذابت الزبدة. الآن سأضع الخميرة على الطحين هكذا. وأعمل على عجنها. الآن جاء دور الماء الدافئ، سنضع القليل وليس دفعة واحدة حتى تتكون معنا عجينة طرية وقابلة للفتح. سأخذ هذه الصينية أضع فيها القليل من الزبدة هكذا. ومن ثم سأعمل على وضع العجينة على الزبدة هكذا. وأبدأ بالعجن حتى تتكون معي عجينة ملساء. ولا بأس برشها بقليل من الطحين بين الحين والآخر لتتماسك. هكذا تبدو العجينة بعد أن أكملت عجنها. الآن سأخذ قطرات من زيت الزيتون هذا أضعها هنا لما مقداره ملعقة طعام. أعمل على دهن القالب، عفواً الإناء هذا الذي سأترك فيه العجينة لتتخمر، مدهون هكذا بزيت الزيتون. وها هي العجينة أصبحت طرية وناعمة أترون. ها هي أضعها بعد ذلك سأغطيها بالنايلون، أغلفها هكذا بالنايلون. ومن ثم أغطيها بقطعة من القماش وأتركها بدرجة حرارة المطبخ. وعندما تتخمر ويتضاعف حجمها سنبدأ بتشكيلها لتكوين البيتزا. في هذه الأثناء تركنا العجينة لتتخمر. أخذنا الحشوة، فلفل أحمر حلو، فلفل أخضر حار، بصلة، والبسطرمة أي السجق، كاشار بينير، زيتون، وكاتشب حار. يمكنكم استبداله بمعجون الطماطم لمن يرغب.
الآن إليكم طريقة إعداد الحشوة. سنعمل على تقطيع الفلفل الأحمر على شكل حلقات هكذا. ها هو الفلفل الأخضر، سأعمل على تقطيعه على شكل حلقات هو الآخر. حبة الفلفل الأخضر الثانية بنفس الطريقة نقطعها على شكل حلقات. سأضعهم هنا في الطبق، الفلفل الأحمر هنا وإلى جانبه الفلفل الأخضر. الآن البصلة نعمل على تقطيعها هكذا شرائح خفيفة. على أن تكون الشرائح خفيفة جدا. ها هي، ها هو البصل بعد تقطيعه. سأضعه إلى جانب الفلفل هكذا. الآن سأعمل على تقطيع السجق أو البسطرمة هكذا. ننتزع عنه هذا الغلاف. هكذا، ها هو الغلاف انتزعناه. سنعمل على تقطيعها على شكل دوائر أو حلقات خفيفة. خفيفة بعض الشيء وليس خفيفة جدا. أي البسطرمة المستخدمة هنا بما يعادل نصف كيلو. أو السجق. ها هو بعد أن أكملت تقطيعه. أضعه جانبا هكذا. الآن جاء دور الكاشار باينير. سأعمل على تقطيعه ناعما. أنا هنا فرمت 4 قطع من الكاشار. سأفرم
اربع قطع اخرى. اخرى يمكنكم استبدال الجبنة بجبنة الموزاريلا، لكنها ليست متوفرة لدي الآن. يعادلها جبنة الكاشار بيرنير في تركيا. ها هي أكملت الآن فرمها. الآن وبعد مرور نصف ساعة، ها هي العجينة قد تخمرت. أترى؟ الآن أخذت صينية الفرن هذه، سأعمل على نثر القليل من الطحين فيها هكذا. بعد ذلك سنأخذ العجينة، ها هي العجينة، أترى؟ سأضعها في الصينية وأبدأ ب فرديها على شكل دائرة. وبعدما فردنا العجينة سنعمل على تثقيبها بواسطة الشوكة هكذا. الآن سنضع عليها الكاتشب الحار، بإمكانكم وضع صلصة الطماطم، أنا أفضلها بطعم الكاتشب. بعد ذلك بواسطة اليد نوزع الكاتشب على كامل العجينة هكذا. الآن سأنثر عليها الكاشار بينير أو جبنة الموزاريلا هكذا. الآن سنوزع السجق هكذا. على كامل العجينة.
الآن سأضع الفلفل الأحمر ووزعه هكذا. ومن ثم وضعها نقطعها على شكل شرائح. الآن سأضع فوقها ما تبقى من الزبدة الحيواني على الوجه هكذا. والآن سأدخلها إلى الفرن. لا ننسى إضافة رشة خفيفة من الملح. الآن سأضعها في فرن درجة حرارته 180 درجة، الرف الوسط، الشعلتين هكذا. الآن وبعد مرور نصف ساعة نضجت معي البيتزا، ها هي. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أخرجتها من الفرن. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم بيتزا كون سوجوك دي لا كوثينا تركا كون أنخيلا، أي البيتزا بالسوجوك من المطبخ التركي وعلى طريقة أنخيلا، قد أصبحت جاهزة بألف صحة وعافية. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعينا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، وتفعيل زر الجرس لمن شاركنا القناة مشكورا، ولمن لم يشاركنا القناة بعد
ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم دون العناء والبحث عنه في اليوتيوب من قبلكم. أي استفسار أو سؤال أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة. أستودعكم الله وأديوس.